الجنرال حفيد العلوي هو الجنرال الذي لم يشارك في أي حرب، والمعارك الوحيدة اللي خاضها كانت ضد المقاومة المغربية رفقة المستعمر الفرنسي. هو اللي تفاخر بقتل المقاومين المغاربة في جبال الأطلس. باختصار هو أحد أكبر العملاء لفرنسا في عهد الحماية، صاحب الوجه الأملط، الرأس الأصلع، والعينين الدائريتين، والصوت الكهفي. هكذا وصفه بالقاسم بن العياش حفيد العلوي. من مواليد الرشيدية 1917، هو ابن أحد الأعيان بالمنطقة. تخرج من مدرسة الدار البيضاء بمكناس سنة 1933 برتبة ملازم أول بالجيش الفرنسي. عين بعدها قائدا للكتيبة الفرنسية لإسحاقات المقاومين المغاربة في جبال الأطلس. سنة 1940 عين حفيد العلوي خليفة بمدينة الدار البيضاء، وفي نفس السنة أعلن زواجه من قريبة الملك محمد بن يوسف. بعد سنوات أصبح قائدا لمدينة سطات، واشتهر بتدخلاته العنيفة لقمع المقاومة المغربية، وكان من بين الأسماء الموضوعين في لائحة الاغتيالات من طرف المقاومة المغربية. هو اللي قام بقمع التجار بسطات بعد خروجهم في مظاهرات تطالب برجوع محمد الخامس من المنفى. كثرت المظاهرات والانتفاضات، واشتدت شراسة المقاومة المغربية، مما أدى إلى استقلال المغرب عن فرنسا، وتم كسر شوكة كل العملاء والخونة، ولاحت نسائم الحرية. لكن الغريب في الأمر أن حفيد العلوي أصبح له وزن وشأن بعد الاستقلال، فقد شغل منصب قائد مراكش عوض القلاوي، وتخلقت عداوة وحقد دفين بينه وبين حزب الاستقلال. لكن غترجح الكفة ديال حفيد العلوي من غيتوفى محمد بن يوسف، وغيشد الحسن الثاني زمام الحكم، وغيولي حفيد العلوي هو المؤسس للمراسيم البروتوكولية، ووزير التشريفات والأوسمة، والمنسق العام للقوات المسلحة الملكية. ارتبط اسم حفيد العلوي بسنوات الرصاص والمعتقلات السرية، ودار المقري هو صاحب فكرة معتقل تزممات. حفيد العلوي وأفقير وجهان لعملة واحدة، لكن هناك فرق واحد. أفقير كان دائما في الواجهة، لكن حفيد العلوي دائما كيشتغل ويصدر الأوامر في الخفاء، وهو الشبح الملعون الذي يقض مضاجع السجناء والأسرى في المعتقلات. وكما وصف في إحدى الأدبيات السياسية بأنه كان كاهن للقصر الملكي، واللي كيتبع الشادة والفادة ولا يرحم. وهو من قال عنه بالقاسم بن العياش: لقد كانت لديه سحنة أحد أشخاص الأس أس، أي ضباط مخابرات النازية، بجمجمة صلعاء، وجه أملط، عينين دائريتين خلف نظارة سميكة، وصوت كهفي كأنه خارج من العدم. كان يتحرك مثل شبح، صاهرة مثل عفريت على كل ما يقال ويفعل، كان بمثابة كاره للنوع البشري. يحكى عنه الكثير بين الزوين والخيب، وطرائف عديدة. ومن الطرائف ديال حفيد العلوي أنه كان ينادي وزير الصيد البحري بمول الحوت أمام الناس وأمام الملك، وكان ينادي وزير الصحة بمول الدواء الحمر أمام الوزراء وأمام الملك وأمام الناس. أكثر من هذا، كان كيقوم بإدلال أي أحد مهما على شأنه قدام الحسن الثاني. وفي إحدى طرائفه في أحد المصادر أنه في واحد النهار تعطل على الحسن الثاني فأرسل في طلبه، وفي هذه الوقيتة كيشم الحسن الثاني ريحة الحشيش في القصر. غوته هو كيقول: شكون اللي كيكمي هاد الشيء هنا؟ أجاب الحراس بصوت خافت: راه مولاي حفيدة سيدي. ابتسم الحسن الثاني وغادر المكان. حفيد العلوي حصل على رتبة جنرال
في السبعينات، وقليل فين كتشوفوه أو فين كيشوفوه الناس لابس البزة العسكرية، دائما متخفي في جلباب وطربوش. كان كظل الملك يتابع كل كبيرة وصغيرة، وهو اللي حرش الحسن الثاني على عائلة أوفقير، وهو سبب معاناة العيدي مع المرحاض. كما قال أحمد بوريكات في رواياته، في واحد النهار تخنق المرحاض ديال أحد السجناء، واشتكوا الحراس المدير اللي بقى كيتسنى تعليمات من عند حفيد العلوي، لكن هاد التعليمات ما جاتش، وبعد أشهر مات السجين غارقا في الفضلات في الزنزانة ديالو. وهناك أيضا من اتهمه بقتل أفقير والدليمي، هو صاحب المهمات الخاصة والسرية، وكأنه قاتل متسلسل يعمل في الخفاء. نهار مات حفيد العلوي سنة 1989، لقاو في داره ثروة كبيرة، عمولات فضية وذهبية من عهد الحماية، بالإضافة إلى العديد من الأملاك اللامحدودة، الشيء اللي غيخلي الدولة تصادر أغلب الممتلكات وترك القسم الباقي للعائلة ديالو. عاش بشخصية مزدوجة، فقد كان أقل من جندي وأكثر من وزير بكثير، وشخص خارج من عالم ميكيافيلي، وقاتل متسلسل خلق ليفترس. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.